نظمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في مقرها معرضها الشهري سوق الوراقين، والذي يقام في السبت الأول من بداية كل شهر. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا وليد الأصبحي. بين مئات العناوين من الكتب الأدبية والتاريخية والعلوم وأدب الطفل وغيرها من الكتب الغنية، يقدم سوق الوراقين التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وجبة ثقافية لزواره وبأسعار رمزية، فهو الذي يقام يوم السبت من أول كل شهر ليتيح الفرصة أمام اقتناء الكتب بأنواعها، ويعود ريعها لصالح المدينة. شيء جميل جدا هذه الفكرة، يعني إن باتجاهين. الاتجاه الأول، إذا كان أنا عندي فائض من الكتب قريتها، فبدل من أني أرميها أدع حدا يستفيد منها، أتبرع بها ويستفيد منها. وشيء ثاني أنه أسعارها كمان يعني تجعل فيها منافسة بحيث ترغبك في القراءة والمتابعة. والشيء الثالث كمان أنه بتخلي لك يعني بتخليك أنه تستفيد، يعني يستفيد غيرك، أنت تعطي ثمرة ما قريت لغيرك، ويعود ريعها للأعمال الخيرية. رافقت بنتي وزوجها بدهم كتب لأولادهم، وقالوا لي في سوق اسمه سوق الوراقين، وكنت حابة أشوف، فدخلت إله ما شاء الله لقيته مكتظ بالهيئات من مختلف الناس، يعني كلها بتشوف، كلها بتقرأ وبتطلع عليه، ولقيت السوق مليء بالكتب القيمة حقيقة القديمة من كل الفئات، للتربية، للعلم، للتكنولوجيا، للصحة، الصحي. أعجبت كثير بمقتنيات المكان. سوق الوراقين كفكرة أول شيء يعني على مستوى المجتمع كله بتفيد، حيث أنه توفر هذه الكتب بأسعار مناسبة وتنوع ممتاز لكل نحكي جميع أنواع القراء. لا شك بالنسبة لي هذا مصدر مهم لاقتناء الكتب، حريص أني أحضر المعرض كل ما يعني كان فيه فرصة. كنت لفت انتباهي كتاب كنت أدرسه أيام الجامعة، كتاب في الإلكترونيكس، الهندسة الكهربائية. فعلا يعني فكرة أن الواحد يجد هذه الكتب القديمة بحد ذاتها فكرة جميلة. يعني السوق يشكل موردا إضافيا لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، فمن خلاله يتم دعم برامج المدينة المجتمعية، فضلا عن كونه امتدادا لمشروع الشارقة المعرفي المتواصل، فهنا يتم تعزيز القيم الثقافية والاجتماعية بين أفراد المجتمع والجاذب لكافة الجنسيات والفئات العمرية. يمثل سوق الوراقين وجهة ثقافية وإنسانية وكنز لاقتناء الكتب، ففي كل سبت من أول كل شهر يلتقي هنا عشاق الحرف والكتب الورقية. لأخبار الدار، وليد الأصبحي، الشارقة. يستضيف مركز مرايا للفنون الواقع في مباني القصبة بالشارقة معرضين فنيين بالتعاون مع جمعية الإمارات للفنون التشكيلية وفنانين فرديين. المزيد في التقرير التالي. مباني القصبة بالشارقة وبتصميمها الهندسي الفريد تشكل لوحة فنية إبداعية. يأتي مركز مرايا للفنون ويزيد الفن إبداعاً وألقاً، فبين الفكر الفلسفي والإبداع الفني يستضيف المركز مجموعة متنوعة من المعارض الفنية، منها معرض التفكير فنياً الساعي إلى إبراز القدرات الفنية والفكرية المميزة لسبعة فنانين إماراتيين من رواد الحركة التشكيلية المحلية، حيث حرصوا على إيضاح التأثير العميق للثقافة والتعليم على الفن، وتتميز الأعمال الفنية بتنوعها ما بين لوحات وجداريات وأعمال تركيبية، ولكن تشترك جميعها بكونها تعكس شعار المعرض التفكير فنياً. المعرض الآخر الذي يستضيفه مركز مرايا يأتي بعنوان 33 أغنية 99 كلمة، قدمت عبره الفنانة سوسن البحر مجموعة من كلمات الأغاني باستخدام أوراق مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وبعضها معلق في الهواء لتحاكي بها أوتار الموسيقى، كما يجسد المعرض أعمالا لأبرز الفنانين الموسيقيين العرب الذين رسموا عالما من الأحلام يوقظ أجمل المشاعر. مركز مرايا للفنون يسعى من خلال استضافته المعرض الفنية لتكريم القدرات الإبداعية والفكرية
لمجموعة من الفنانين ممن يمتلكون مهارات الكتابة ولديهم العديد من الإصدارات المهمة في مجال الفنون التشكيلية، ولهم ذائقة بصرية تمتع بدورها أنظار محبي الأدب والفنون، لا سيما في شارقة الثقافة والإبداع. تعبر الأعمال الفنية المعروضة عن أفكار وهواجس الفنانين وتستخدم تقنيات سردية متنوعة. لأخبار الدار مجد سويدي، مركز مرايا للفنون.